تحياتي ليك يا كابتن عبد الحميد حسن، كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. في البدايه بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، مباراه الاهلي والاتحاد السكندري في الجوله 22 من بطوله الدوري العام، مباراه مهمه للنادي الاهلي. النادي الاهلي خلال المباريات الماضيه اداء ونتيجه وياخذ خطوات ثابته للامام ان شاء الله للحفاظ على بطوله لقب الدوري العام. لو بنرجع سريعا للخلف كابتن ميدو، بعد وصول النادي الاهلي في المباراه اعتزال الكابتن فؤاد انور احد اساطير الكره السعوديه ونجم النادي الشباب السعودي، وصل طبعا سلامة الله الجهاز الفني ولاعبي النادي الاهلي الى فندق الاقامه هنا في برج العرب. الكابتن حسام البدري اجتمع سريعا مع اللاعبين للفصل التام بين المباراه الوديه الاخيره وايضا مباراه الاهلي والاتحاد السكندري، وايضا انضم كافه اللاعبين اللي كانوا متواجدين هنا طبعا بيأدوا بعض التدريبات، والتدريبات كانت مستمره للمجموعه اللي كانت متواجده. الكابتن حسام البدري ايضا منذ لحظات عقد محاضره فنيه لمباراه الاهلي والاتحاد السكندري لمشاهده طبعا بعض اللقطات الخاصه بنقاط الضعف والقوه للنادي الاتحاد السكندري. ان شاء الله مباراه تكون قويه، مباراه تكون مهمه للنادي الاهلي ويكون التوفيق حليف النادي الاهلي في هذه المباراه. لو بنتكلم طبعا بشكل عام على المعنويات والدوافع الكبيره للنادي الاهلي في فصل تام في تركيز كبير جدا بجانب المهرجان، زي ما احنا عارفين كان مهرجان احتفال كبير جدا للمملكه العربيه السعوديه، ضغط كبير عارفينه على النادي الاهلي العوده ثم مباراه الاتحاد السكندري، لكن الكابتن حسام بيحاول ان هو يجهز كافه اللاعبين. ويمكن لو نقدر نقول كمان التشكيل المتوقع، نقدر نقول التشكيل المتوقع من خلال رؤيتنا للتدريب الاخير للكابتن حسام البدري والنادي الاهلي امس على الملعب الفرعي كان في الساعه 6:30. نقدر نقول محمد الشناوي في حراسه المرمى، خط الظهر من اليمين للشمال باسم علي، محمد هاني، ايمن اشرف، علي معلول في المنتصف، عمرو السوليه وهشام محمد على الاطراف، عبد الله السعيد، وليد سليمان، وجونيور اجاي، ووليد ازارو. ممكن يكون احمد فتحي ايضا يبدا في ناحيه اليمين، لسه الكابتن حسام ما استقر بشكل كبير جدا على التشكيل النهائي اللي هيخوض بيه هذه المباراه، لكن من خلال رؤيتنا للتقسيم الاخيره اللي كانت في مران الامس نقدر نقول ان التغيير هيكون في اضيق الحدود، ممكن يكون لاعب او لاعبين فقط لا غير، لكن الكابتن حسام حاول ان هو يجهز كافه اللاعبين اللي ما سافروش للمملكه العربيه السعوديه لتكون التدريبات شغاله ويكون طبعا الحمل التدريبي مستمر لخوض هذه المباراة. اكيد هنكون مستمرين معاك كابتن ميدو كل مشاهدينا ومتابعي قناة الاهلي في كل مكان، كواليس النادي الاهلي والاتحاد السكندري هنا من فندق الاقامة وحتى ملعب المباراة.